السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل الخير. يسعدنا مشاركتكم تحديثات مؤشر الأداء التشغيلي للإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية 2024، حيث يهدف المؤشر إلى قياس معدل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية. يكون تكرار المؤشر بشكل ربع سنوي. يتكون المؤشر من أربع مكونات أساسية هي الترصد لعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية، الالتزام بالتبليغ والتحكم بالتفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية، معدل تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، والتطبيق المستمر للبرنامج التدريبي للمتدربين على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. تعتبر الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية هي المالك للمؤشر، بينما إدارات مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالمديريات هي مالك القياس للمؤشر، وطريقة جمع البيانات تكون عبر تعبئة نموذج للمؤشر التشغيلي عبر إكسل شيت من قبل إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية في المديريات، وأيضاً على مستوى الإدارة العامة بالاعتماد على المنصات الإلكترونية. السلام عليكم، حياكم الله جميعاً. راح نشرح الآن المؤشر الخاص ببرنامج الترصد لعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية لعام 2024. هذا المؤشر يمثل 30% من وزن المؤشر الكلي لمؤشر الأداء التشغيلي لعام 2024. طبعاً يهدف المؤشر إلى قياس معدل عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية في وحدات العناية المركزة للبالغين أو في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة حسب نطاق الخدمة المقدمة من المنشأة الصحية. وطبعا يتم حساب المعدل بشكل تراكمي، بحيث يكون عندنا المعدل للربع الأول، ومن ثم المعدل للربع الثاني يشمل المعدل الربع الأول والربع الثاني، والمعدل الربع الثالث أيضا يشمل معدل الربع الأول والثاني والثالث وهكذا. ومن ثم يتم مقارنة المعدل بشكل ربعي حسب المعدلات أو المعيار الوطني والعالمي لعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية. وللتوضيح، سيتم التعامل مع المنشأة حسب نطاق الخدمة وحسب نوع العناية المركزة الرئيسية في هذه المنشأة. على سبيل المثال، إذا كان المنشأة نوع العناية المركزة الرئيسية فيها وحدة العناية المركزة للبالغين، فسيتم التعامل معها حسب المعيار العالمي والوطني لمعدل عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية. أما إذا كان نوع العناية المركزة الرئيسية هي لحديثي الولادة مثل مستشفيات الولادة والأطفال على سبيل المثال، فسيتم التعامل معها حسب المعيار العالمي والوطني لمعدل العدوى مجرى الدم في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة. طبعا عندنا المعادلة لحساب معدل العدوى هي عدد الأحداث على عدد أيام تركيب القسطرة الوريدية المركزية مضروبة في 1000. ومن ثم سيتم مقارنة المعدل مع المعيار العالمي والمعيار الوطني. على سبيل المثال، إذا كان المعدل من 0 إلى 0.9 وهو المعيار العالمي لمعدل عدوى الدم في وحدات العناية المركزة للبالغين، حتحصل المنشأة على نسبة 100%. إذا كان المعدل أكبر من 0.9 إلى 1.8 وهو المعيار الوطني، ستحصل على نسبة 50%. أما إذا كان المعدل أكبر من 1.8 ستحصل على نسبة 0%. ونفس الشيء لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إذا كان معدل العدوى من 0 إلى 1.1 وهو المعيار العالمي، حتحصل المنشأة على نسبة 100%. إذا كان المعدل يتراوح من أكبر من 1.1 إلى 3.7 حتحصل على 50%. إذا كان أكثر من 3.7
حتحصل على نسبة 0%. وشكرا لكم جميعا. يعد مؤشر الالتزام بالتبليغ والتحكم بالتفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية المكون الأساسي الثاني للمؤشر التشغيلي لمكافحة العدوى، حيث يمثل نسبة 30% من الوزن الإجمالي للمؤشر، ويتم تقييم كل منشأة بشكل مستقل، وينقسم إلى مؤشرين فرعيين وزن كل منهما 50% من الوزن الكلي للمؤشر. فالمؤشر الفرعي الأول يهدف إلى قدرة المنشأة على الرصد المبكر للتفشي في مستوى سي، ويهدف هذا المؤشر لقياس نسبة الرصد المبكر للتفشي نسبة إلى إجمالي عدد التفشيات بالمنشأة الصحية خلال فترة 3 أشهر الماضية، باعتبار أن معيار الرصد المبكر للتفشي هو الإبلاغ عنه في مستوى سي عبر تطبيق المعادلة التالية، وهي عدد البلاغات في مستوى سي للمنشأة الصحية على إجمالي عدد البلاغات للمنشأة خلال 3 أشهر الماضية ضرب 100. كمثال، مستشفى إكس لديه 6 بلاغات خلال 3 أشهر الماضية، وجميعها تم الإبلاغ عنها بشكل مبكر عند مستوى سي، فتكون نسبة المؤشر الفرعي الأول كامل للمنشأة الصحية بنسبة 50%. ومثال آخر بمستشفى واي لديه 6 بلاغات تم رصد 3 تفشيات منها في مستوى سي، و3 تفشيات تم رصدها في مستوى A أو في مستوى B، فعليه المنشأة الصحية تأخذ نسبة 25% من إجمالي المؤشر الفرعي الأول. أما المؤشر الفرعي الثاني فهو يقيس قدرة المنشأة الصحية على التحكم بالتفشي المرتبط بالرعاية الصحية، ويهدف هذا المؤشر لقياس نسبة التحكم والسيطرة على التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية وعدم انتقالها لمستوى أعلى، بمعنى بلاغ من مستوى C إلى B أو A أو من مستوى B إلى A من نسبة إجمالي تفشيات المنشأة خلال فترة 3 أشهر الماضية، وذلك عبر تطبيق المعادلة التالية: عدد التفشيات المتحكم والمسيطر عليها بالمنشأة على إجمالي عدد التفشيات بالمنشأة خلال 3 أشهر الماضية ضرب 100. وكمثال، مستشفى إكس لديه 6 بلاغات خلال 3 أشهر الماضية، وجميعها تم الإبلاغ عنها بشكل مبكر عند مستوى سي، وتم إغلاقها ولم تنتقل لمستوى أعلى سواء إلى مستوى بي أو إلى مستوى A، فإن نسبة المؤشر الفرعي الثاني تكون كامل المنشأة الصحية بنسبة 50%. ومثال آخر بمستشفى واي لديه 6 بلاغات عن تفشيات، 3 تفشيات منها تم إغلاقهم عند مستوى سي، و3 تفشيات تم انتقالها لمستوى أعلى سواء مستوى بي أو مستوى A، وعليه فإن المنشأة الصحية تأخذ نسبة 25% من إجمالي المؤشر الفرعي. ويتم تقييم المنشآت الأخرى في المنطقة والتجمع على حدة، أيضا تمنح المنطقة متوسط قيم منشآتها في هذا المكون الأساسي، ويتم الاعتماد على منصة مكافحة العدوى كمصدر للبيانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم أحلام العمري من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. اليوم رح نشرح لكم المؤشر التشغيلي لمكافحة العدوى، وخصوصا على وجه التحديد مؤشر رقم 3 والخاص بمعدل تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. الوزن للمؤشر الكلي هو 30%. طبعا المؤشر يحسب مدى التزام المنشأة الصحية بمعايير مكافحة العدوى اللي احنا نعرفها كلنا جميعا بما يسمى الايكا والانفكشن كنترول اوديت. طبعا المؤشر يهدف لقياس نسبة التزام المنشأة الصحية بتطبيقها لمعايير مكافحة العدوى من خلال الأداء الخاصة بالتقييم للتحقق من مدى التزام المنشأة الصحية بتطبيقهم لمعايير مكافحة العدوى. نفس هذه الأداة تكون محدثة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، وطبعا زي ما احنا عارفين انه برنامج الايكا او التقييم الخاص بمعايير مكافحة عدوى يتم بشكل نصف سنوي بناء على احدث معايير مكافحة العدوى الوطنية والعالمية، ويتم تقييم المنشأة الصحية من خلال مقيمين معتمدين وحاصلين على رخصة معتمدة من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. حساب المؤشر يكون نسبة، ويتم استخراج هذه النسبة من تقرير الزيارات الخاصة بالآي
الحركة والإنفكشن كنترول أوديت أو برنامج تطبيق معايير مكافحة العدوى. مصدر البيانات هو منصة مكافحة العدوى الإلكترونية أو الجي دي آي بي سي إلكترونيك بلاتفورم. المؤشر الرابع من مؤشرات الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية لعام 2024 هو التطبيق المستمر للبرنامج التدريبي للمتدربين على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، ويشغل المؤشر 10% من وزن المؤشر الكلي. يتم قياس نسبة تغطية المنشأة الصحية بالعدد المستهدف من الممارسين الصحيين المدربين ببرنامج رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى بيكسل، ويهدف المؤشر لقياس عدد المستهدفين من الممارسين الصحيين بالمنشأة الحاصلين على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، ونسلط الضوء على الممارسين الصحيين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المرضى، وذلك لرفع الوعي بتطبيق المهارات الأساسية لمكافحة العدوى وللحد من انتشار العدوى. كما يتم حساب المعادلة بقسمة عدد الممارسين الصحيين الحاصلين على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وهو العدد الفعلي على العدد الكلي للمستهدفين من الممارسين الصحيين في المنشأة مضروباً في 100، ويتم الحصول على نسبة التغطية من خلال مصدر البيانات حصن بلس، والذي يعكس لنا الأعداد الفعلية لكل منشأة. ونحرص على الالتزام الدائم بمتابعة منصة حصن بلس، وذلك لرفع المؤشر والذي يتم متابعته بشكل ربع سنوي. يتم التحقق من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية من جودة المؤشر بشكل ربع سنوي. أما في إطار مسؤوليات الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية ومكتب تحقيق الرؤية من أجل تطوير أقسام مكافحة العدوى وضمان استقرار واستمرار أداء البرامج وتمكين كل ما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الصحي في المملكة، سيتم مشاركة مؤشر الأداء التشغيلي لمكافحة العدوى مع الجهات ذات العلاقة في اليوم العاشر من بداية كل ربع سنوي. يخضع المؤشر للتحسين والتعديل على مكوناته الأساسية وطريقة حسابه بناء على ما يستحدث من توصيات وملاحظات، بما يعود بالنفع على تحسين أداء برامج مكافحة العدوى بالمملكة وضمان الحفاظ على جودة تقديم الرعاية الصحية ودعم عملية التحول الصحي. شكرا لكم.